صديقتي فاطمة زهرة ساكنة في الأخوة ونهار الحد حاولت لي اغتصاب بغا يغتصبني وضربني وخفت من قز لي من فوق السطح. كيفاش جرى لك بعدا في الأول؟ مشيت لنهار الحد مع 12 هبطة مع صاحبتي سميتها رجا كنا هابطين غادي للسوق وما يتعرضوا لنا بالطوموبيل وقال لك السلام ما هضرتش معاهم انا صاحبتي اللي هضرت معاهم قال لك غادي قلت لي غادي للسوق ويقول لي انا نوصلكم قلت لي انا ما بغيتش ويقول لك لا يلا نمشيو ونحن نركبوا معاهم وما فاش ركبنا وما يسدوا الطوموبيل وما يزيدوا بينا البني من الليل تنغوت هو يطرشني صافي وانا نسكع وما يديونا ديريكت للدار يعدو بني من الليل صافي بقاو وبقات يغوت عليا قال لي سكتي تكمشي وسكتي وما يطلعني الفوق باش بغا يتلاح عليا ما بغيتش انا نخليه ودفعته هو يدفعني ويضربني الوجه وشي هو يعاود ضربني ثاني رجليا بالحديده صافي انا نقول لي ونكذب عليه قلت لي شوف صاحبتي مالها راه مشات ما تهضر ما والو تنشوف فيها طيط طابق من الدروج ويبان ليا البالكون نقص منه وانا نطيح نقصي من البالكون وشافوني كاع الجيران تما كنتي كتغوتي باش يفكوك ما بغاش يضربني نيت راه صحتي راه لا معليش